تم التسجيل والمكساج في استديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف. أقبلت بنت الحسب أخت النشامة اسمها مصيبة أهلها كاسبين أفرشوا في قلبها ودوا خزامة بنت شيخ بالمواقف داخلين. أقبلت بنت الحسب أخت النشامة اسمها مصيبة أهلها كاسبين أفرشوا في قلبها ودوا خزامة بنت شيخ بالمواقف داخلين. اسمها مبراهيم كأفض يا العدامة حامت الخفرات في عدل وسكينة قدرها غالي لها كل احترامة فارقة عن جيلها من وقت حين. اسمها مبراهيم كأفض يا العدامة حامت الخفرات في عدل وسكينة قدرها غالي لها كل احترامة فارقة عن جيلها من وقت حين. اكبرت بنت الحسن واخت النشامة اسمها مطيبة اهلها كاسبة افرشوا في قلبها ودوا خزامة بنت الشيخ بالمواقف داخلين. بناتها حازن على كل الوسامة وبناتها بثنين كل تملكين والسمو حكاني ينحقنا ملامة لا مدحنا غير صيت شايفين والسمو حكاني ينحقنا ملامة لا مدحنا غير صيت شايفين. أكبرت بنت الحسن واخت النشامة اسمها بطيبة اهلها كاسبين افرشوا في دربها ودوا خزامة بنت الشيخ بالمواقف داخلين. اكبرت بنت الحسن واخت النشامة اسمها مطيبة اهلها كاسبين افرشوا في دربها ودوا خزامة بنت الشيخ بالمواقف داخلين. اكبرت بنت الحسن واخت النشامة اسمها مطيبة اهلها كاسبين افرشوا في دربها ودوا خزامة بنت الشيخ بالمواقف داخلين. اكبرت بنت الحسن واخت النشامة اسمها مطيبة اهلها كاسبين افرشوا في دربها ودوا خزامة بنت الشيخ بالمواقف داخلين. اسمها مبراهيم كأفض يا العدامة حامت الخفرات في عدل وسكينة قدرها غالي لها كل احترامة فارقة عن جيلها من وقت حين. اسمها مبراهيم كأفض يا العدامة حامت الخفرات في عدل وسكينة قدرها غالي لها كل احترامة فارقة عن جيلها من وقت حين. أكبرت بنت الحسن واخت النشامة اسمها مطيبة اهلها كاسبين افرشوا في قلبها ودوا خزامة بنت الشيخ بالمواقف داخلين. اكبرت بنت الحسن واخت النشامة اسمها مطيبة اهلها كاسبين افرشوا في قلبها ودوا خزامة بنت الشيخ بالمواقف داخلين. افراح العروسة لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالاسماء حسب الطلب. للتواصل 0533 4802.